عايز الفقره دي اتكلم بقى عن منتخبنا الاولمبي، كل التوفيق ليه ان شاء الله في الاولمبيات. زي ما عودنا دايما الكابتن شوقي غريب صاحب الانجازات في الكره المصريه، زي ما احنا شفنا في منتخب الشباب قبل كده بيحقق الميداليه البرونزيه في الارجنتين 2001، وكمان مع كابتن حسن شحاته ثلاث بطولات افريقيه 2006 و2008 و2010، وكمان يعني منذ شهور قليله او من تقريبا من سنه كان منتخبنا الاولمبي تحت 23 سنه هنا في مصر ويحقق البطوله الافريقيه. كابتن شوقي غريب يعني ليه بصمه كبيره جدا في الكره المصريه، بنتمنى له كل التوفيق. خلاص عدد افراد البعثه ان شاء الله المسافره الى طوكيو 40 فرد، 40 فرد ده هيشمل ثلاثه اعضاء مجلس الاداره اتحاد الكره اللجنه الثلاثيه، ايضا افراد الجهاز الفني الاداري الطبي واللاعبين، نتحددوا 22 لاعب. وزي ما قلت لحضراتكم هيكون موجود من النادي الاهلي 6 لاعبين. نروح نقرب للمشهد اكتر من خلال الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. مساء الفل يا كابتن شوقي. حطينا بقى في اخر الاستعدادات ان شاء الله، ربنا يكرم ويوفق كده في الاولمبيات. اخر استعدادات المنتخب الاولمبي يا كابتن شوقي. هو يعني بس هي كلمه بس بسيطه كده على العدد بتاع البعثه. هو العدد بتاع البعثه ده ال 40 ده اللي فيهم القرار الوزاري يا كابتن. تمام. ده القرار الوزاري اللي طالع في كل الناس، لكن مش كل الناس ديت. يعني خليني اقول لك ان في على الاقل مجلس اداره ممكن يسافر واحد. يعني في بقى وانت نازل كده في حاجات كتيره في العدد ده بس يعني. يعني مش العدد مش هيكون 40، عدد هيكون اقل. القرار الوزاري. صوره القرار الوزاري. تمام. يعني الصوره ال 12 ده كل الناس اللي هي طالع لها تاشيرات علشان تقدر نستخدمها لو في اي وقت تيجي تقدر تيجي. تمام، علشان اي ظروف طبعا خارجه ممكن واحد ما يسافرش يكون يعني التاني موجود. هتلاقي الدكتور ايمن مثلا زين والدكتور مثلا ابو العيله بتاع المنتخب الاول. تمام. عشان لو قدر الله لو في حاجه يبقى واحد مكان واحد. وده شغل اداري مظبوط مليون في الميه اكيد يا كابتن شوقي. عشان بس يبقى ما يعني ما عندناش اي حاجه حصل فيها اي خلل او اي حاجه. لكن المهم يعني ان ده موضوع عادي يعني. لكن الحمد لله يعني احنا بدانا استعداد. انت عارف زمن الاستعداد برضو كان عندنا فيه مشكله في الفتره دي، يعني كل الفرق احنا كان عندنا مثلا الدوري لسه شغال. مظبوط. طبعا ما كناش نعرف نجمع. يعني عندنا الاهلي بيلعب معركه رد نهائي، وبيراميدز كان بيلعب برضه مع الرجاء وعنده فرصه انه يوصل للنهائي، والنهائي 10 بتاع الكونفدراليه و17 بتاع دوري الابطال. كل الحاجات دي كنا مستنيين ايه اللي هيحصل للبلان اللي في الاخر اللي نقدر نشتغل عليها في سنه. تمام. كل المشاكل يعني اتحلت خلاص الحمد لله يا كابتن شوقي. هي الامور بقى دلوقتي بقت واضحه خالص يا اسامه. احنا عارفين النادي الاهلي عنده ماتش يوم 17، بيراميدز مثلا ما وصلش للمباراه اللي هي بتاعت يوم 10، فعشان كده هنبتدي بقى تدريب معسكر وبعد كده نبدا المعسكر المغلق، هيبقى من يوم الجمعه باذن الله اللي هو من يوم 9، يبقى فيه كل اللعيبه باذن الله اللي موجوده يعني ان شاء الله. كل اللعيبه دي ما عدا طبعا لعيبه النادي الاهلي هم عندهم ماتش يوم 17. تمام. كل من يختاره مستر اجيري مستر موسيماني في مباراته طبعا المهمه، ودي بطوله بتضاف للكره المصريه وبتضاف لسجلات النادي الاهلي وبتوصل كاس العالم، يعني لا برضو صدى عالمي كبير يعني. فاللعيبه اللي هو يختارها هتفضل هي موجوده معاه، وده اللي تم يعني. فالحمد لله ما فيش اي مشكله، انا مش شايف مشاكل خالص. موجوده في الفريق كل فيه تعاون. تعاون من كل الانديه اللي موجوده ومن كل الناس يعني. تمام يا كابتن. زي ما كابتن شوقي غريب ما عودنا في الكره المصريه دايما بحقق انجازات كبيره، عايز بقى اكلمك عن حلم طوكيو. كابتن شوقي بيحلم ان شاء الله يحقق للكره المصريه ميداليه في الاولمبياد القادمه. والله يا كابتن اسامه بص انا الحمد لله شاركت في اولمبياد 84 كلاعب. وبشارك دلوقتي كمدرب باذن الله. طبعا ده حلم كبير. حلم بسعاله يعني، او حلم بشتغل عليه. او حلم كان محطوط هدف قدامي كنت بحلم بيه، ان انا مثلا كمدرب خدت بطوله افريقيا كلاعب ومدرب. ودلوقتي بتتكرر تاني ان انا اكون وانا برضه الاولمبياد ابقى لاعب ومدرب. الامل عندي كبير جدا جدا ان احنا نحقق انجاز للكره المصريه. هو في انجاز موجود اللي سنه 64
كان الوصول لدور الاربعه ده اعلى انجاز جابته الكره المصريه، وده انجاز طبعا كان في طوكيو برضه. طوكيو طوكيو وش السعد ان شاء الله باذن الله. فاحنا برضه حاطين في قدامنا والله يا كابتن اسامه ان احنا نوصل بالجيل اللي موجود ده لابعد مسافه، لان الجيل اللي موجود ده هو امل الكره المصريه في الفتره اللي جايه السنين اللي جايه. يعني انا باذن الله السنين اللي جايه كده الاربع سنين والخمس سنين اللي جايين هتلاقي العناصر دي هي العناصر اللي الكره المصريه المهمه في الكره المصريه. اكيد اكيد كابتن شاوي، اكيد في صعوبات قبل السفر. كان كابتن شاوي غريب نفسه يكون محمد صلاح موجود، اكيد مصطفى محمد ما شاء الله يعني بيأدي أداء رائع مع المنتخب الأولمبي وكمان في البطولة تحت 23، كان تريزيجيه برضو لو كان سليم وكان موجود، أكيد في صعوبات بتواجه الكابتن شاوي غريب. كمان ترتيب المباريات، يعني النهاردة لما تقابل أسبانيا، أسبانيا برضو من الفرق المرشحة، بعد كده أرجنتين، بعد كده أستراليا، أسبانيا سما بالفريق الأول كله. طبعا ترتيبة الماتشات أكيد دي صعوبات يا كابتن شاوي حاططها في حساباتك برضو. هو بص، هو طبعا في صعوبات موجوده، خليني اقول ان انت مثلا كنت عندك استعداد، يعني خليني اقول في المقام الاول كان عندك مصطفى من ضمن الجروب او من ضمن المجموعه اللي بتشتغل معاك بقالها ثلاث سنين. اكيد لما تيجي تفقده قبل البطوله بشهر ولا باسبوع واخر ماتش ودي احنا كنا بنلعبه وجايب جونين في جنوب افريقيا. ده حدث الاول برضو عايز اقول ان اللي كان ليه تاثير. محمد صلاح مثلا احنا كنا معتمدين على ان من الممكن يكون موجود، هو حاول كتير للعلم برضه. قلنا الامانه هو كان عنده الرغبه، والرغبه دي احنا كتبناها حتى في الجواب بناء على رغبه اللاعب، ودي ما نقدرش نكتبها لما نقول للعيب واللعيب يقول لنا الكلام ده. وانت عارف برضه بتخاطب محمد صلاح ده واحد من افضل ثلاثه لعيبه في العالم. طبعا طبعا. فكنا بنامل ان يكون معانا كان هيبقى قوه كبيره. كنا بنامل ان احنا كلنا نكون متجمعين فتره طويله ومكان طويل ووقت طويل للعيبه، لكن الحمد لله احنا اعتمدنا على المعسكر اللي عملناه في شهر 10 وده كان ايجابي جدا. المعسكر اللي موجود عندنا عناصر جديده برزت برضو زي ابراهيم عادل كده، بقى موجود معانا لاول مره بعد معسكر او معسكرين. عندنا برضو حاجات برضو اكتسب خبره الماتشات بتاعت افريقيا. عندنا برضو عناصر الاساسيه اللي بنعتمد عليها كلها واللي كنا بنعتمد عليها في البطوله الافريقيه الاخيره بنسبه لا تقل عن 90% موجوده معانا برضه في نفس القائمه. انا برضه شيء كويس يعني. درست المنافسين يا كابتن شاوي، اسبانيا والارجنتين واستراليا، اتفرجت على ماتشات، حطيت ايدك على نقاط الضعف والقوه؟ هو بص، هو احنا عندنا الجهاز الحمد لله كله بيبقى قدامه بلان، بيشوف الماتشات اللي فاتت كلها بتاعت مثلا ثلاث فرق، بيعمل بلان للعيبه، بنشرحه للعيبه طول ما احنا موجودين. النهارده يمكن السياسه بتاعت مباراه اسبانيا هتتغير شويه، لان احنا كنا بنعتمد على اللعيبه اللي لعبت بطوله اوروبا واللعيبه اللي موجوده في اخر الماتشات. النهارده بقى الدنيا اتغيرت في اسبانيا، اصبح فيه سته لعيبه من اللي هيلعبوا النهارده المباراه الدور اللي قبل النهائي، ثم بعد كده ماتشات ثانيه اللي هي بتاعت اللعيبه المحترفين زي ثانيه وبتاع ريال مدريد وزي اللعيب بتاع الارسنال. يعني انضم عناصر ثانيه، الفريق بقى ليه شكل ثاني وقوه ثانيه. تمام كابتن شوقي، عايز اسال حضرتك برضو عن اختياراتك للثلاثه اللي فوق السن، محمد الشناوي، احمد حجازي، الونش، ثلاثه ما شاء الله على يعني بيأدوا اداء رائع. طبعا الكابتن شوقي غريب هو ادرى باختياراته الفنيه واحتياجاته الفنيه. ليه كابتن شوقي غريب ما اختارش ممكن واحد في وسط الملعب، واحد في راس الحربه، العمود الفقري للتيم؟ ليه فضل حراسه المرمى وفي الدفاع؟ بص يا سامة، الاسماء اللي احنا حاطينها دي عشان بس الناس تعرف، احنا حاطينها من فبراير. يعني مش حاطينها من النهارده. يعني الاسماء دي متايده من فبراير، كان في قائمه طويله. الامور بتختلف، يعني انت ممكن تلاقي لعيبه دلوقتي هي نجوم الشو اللي موجود دلوقتي في الدوري المصري او في ماتشات الافريقيه، في شهر فبراير ما كانتش بتشارك خالص في النادي. فاحنا الاسامي دي اسامي كنا حاطينها من هناك. لما جيت نختار القائمه بتاعتنا والاسامي، احنا ما كانش في اختلاف في مصر كلها على 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 الشناوي، ان انت الشناوي حارس مرمى وحجازي في القلب ومحمد صلاح قدام. يعني العنصر الوحيد اللي من ساعه ما خلصنا بطوله 2019 والناس بتتكلم في نفس الوضع. مظبوط. فلما تيجي تفكر بقى دلوقتي ان احنا بنغير الوضع ده يا اسامه، هتلاقينا اللي غيرناه الوحيد محمد صلاح. لما جينا نفكر نغير مركزه بايه، كان عندنا البديل تريزيجيه، بس تريزيجيه اللي كان في القائمه حصل له اصابه، واحنا ما كناش حاطين فراوده كتير لان كان عندنا
برضو عندنا مجموعه فراوده زي رمضان وزي طاهر وزي صلاح محسن وزي عبد الرحمن مجدي وزي احمد ياسر ريان وزي ناصر منسي، يعني عندنا مجموعه، وابراهيم عادل طالع واحمد عبد القادر، كان عندنا مجموعه كويسه من المهاجمين، فما كناش بنبص ان احنا يبقى الاضافات في الناحيه اللي قدام دي عدد كبير من اللعيبه مميزين، وناصر ماهر برضو تقدر تحط معاهم، فكان عندنا مجموعه كبيره. ففكرنا ان احنا ايه الخلل اللي موجود عندنا دلوقتي؟ لقينا ان المنطقه اللي ما فيهاش مشاركات للاعبين اكتر هي منطقه قلب الفريق. بيكم كان بيلعب على طول، دلوقتي بقى بيلعب في النادي الاهلي في مركز غير مركزه. سنة كان بيلعب على طول في انبي، لما اتنقل بيراميدز ما عادش بيلعب في مركز قليل عدد مباراته، وكان بيشتكي من حاجه، والحمد لله بقى كويس موجود. عبد السلام، ادي الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا بصفه اساسيه، ما لعب على فترات. فاصبح عندك اللعيبه اللي كانت بتلعب البطوله كلها معظما مشاركتها قلت. فعشان كده تم الاختيار في المركز دي بالمدافعين الاثنين بتوع المنتخب الاول. كابتن شاوي، ان شاء الله نحتفل بيكم ان شاء الله بعد العوده بميداليه، وزي ما كابتن شاوي غريب معودنا دايما بتحيي الانجازات. طبعا يا اسامه، وانت شفت الانجازات ديت، انت واحد من الجيل العظيم اللي حقق برونزيه العالم، والجيل اللي كان موجود معانا طوال الفتره ديت، فده حاجه احنا بنتشرف بيها يا اسامه، وانت عارف كده. كل التوفيق ليك يا كابتن شاوي، ان شاء الله معاك جيل محترم ومعاك جهاز محترم، وحضرتك مدرب كبير، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي، ان شاء الله. بشكر الكابتن شاوي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، كل التوفيق ليه، حط الصوره كامله واخر الاستعدادات ان شاء الله. وزي ما هو بيقول، كان يتمنى محمد صلاح ومصطفى محمد وكل اللعيبه، وكمان يعني اختياراته كمان في الاثنين قلب الدفاع احمد حجازي وكمان الونش، هو اختار علشان اللعيبه اللي عنده كانت مشاركاتهم قليله خلال الفتره اللي فاتت. كل التوفيق ليه، ان فعلا معاه جيل محترم.